بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نص الكلام اللي كان فيه مناقشة طويلة حول كلام الإمام القيم في المرات السابقة متعلق بمسألة ثبوت الأحكام معنى البينة، هل تكفي القرائن التي تدل على صدق المدعي عند القاضي؟ فإذا صدقه وقال أنه علم صدقه بهذه القرائن يكفي ذلك، أم لابد من وجود الشهود وأن البينة هي الشهود؟ فالذي يعني بعد المناقشات ذكرنا أن الصحيح هو لزوم الشهود بالأنصبة الشرعية، بمعنى أنه إذا كان في الأموال فيجزئ شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين، وأما إذا كان في أمر القتل والسرقة ونحوها، ورجحنا أن الطلاق والرجعة والنكاح ونحو ذلك هي مثل هذا، لابد من شاهدي عدل. وأما في الزنا فلابد من 4 شهود، وفي السلب يكفي فيه شاهد واحد استحقاق السلب. قال: فصل. اليمين على أقوى المتداعيين، والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. وأما أهل العراق فلا يحلفون إلا المدعى عليه وحده، فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه فقط، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. والجمهور يقولون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا، فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم. القسامة الحلف على القتل، يحلفون 50 يمينا، يأتون ب50، يكون هناك رجل قتل لا يرى، ليس هناك بينة تشهد بمن قتل، ليس هناك من شهد واقعة القتل، ولكن كان هناك لوث، شبهة قوية تثبت أن القاتل فلان، مثل أن يقول القتيل قبل أن يموت فلان قتلني، أو أن يرى شخص معه سكين خارج من مكان يجري والسكين تقطر دما ويدخل المكان فيرى فيه إنسان مقتول بسكين ويأبى هذا الرجل الاعتراف، يقول لست الذي قتلته، لا أنا وجدته مقتولا وأمسكت السكين لأذهب بها مثلا إلى القاضي أو لا مثلا، ولكن تكون هناك قرائن في عداوة بين الطرفين ونحو هذا، ويأبى الاعتراف. فهنا القسامة معناها أن يأتي أولياء القتيل ويحلفون 50 يمينا أن فلانا هو القاتل، هم يحلفون على غلبة الظن وإن لم يروا بأعينهم فلانا يقتل فلانا، فهذا لوجود اللوث وقوة جانبهم وهم مدعون جعلها عليهم. الكلام ده حصل في مع يهودي خيبر عندما قتل ابن محيصة، قتل أحد الصحابة رضي الله عنهم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهله أن يحلفوا على يهود 50 يمينا على رجل بعينه فيستحقون دمه، فقالوا كيف نحلف ولم نشهد، وهم لم يشهدوا أحدا قتله، فقال فتحلف لكم يهود، ردها على المدعى عليهم لما ضعف جانب المدعين. طب هو كان جانب المدعين كان قوي أصلا لوجود اللوث. قال: وثبت أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا، فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم. وقد جعل الله سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولا، فإذا نكرت الزوجة نكرت المرأة عن معارضة أيمانه
وجب عليها العذاب بالحد، مع انه مدعي، مش الزوج مدعي، ما تفيش بان المرأة تحلف، انما تنكر، لا لهو مدعي، ومع ذلك لقوة جانبه من كونه هو الزوج وهو لا يرتضي بأن ينتهك، يعني يفتضح في عرضه بغير بمجرد ادعاء في الغالب. فلما كان جانبه الأقوى لهذا الأمر مكن من الإيه من الحلف أولا، وبحيث أنها إذا نكلت عن اليمين عن الأيمان فإنه يقام عليها الإيه الحد، وإذا لم إذا حلفت يبقى اليمين في مواجهة اليمين والأصل ورأسها. يقول: فإذا نكلت المرأة عن معارضة أيمانه وجب عليها العذاب بالحد، وهو العذاب المذكور في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن المدعي لما ترجحت جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته، الكلام ده في الأموال، لا يقبل شاهد واحد فقط في غير الأموال عند عامة أهل العلم، وإن كان هذا الشاهد من أتقى خلق الله. يعني لو جاء واحد على سبيل المثال، جاء إنسان يشهد أن فلانا قتل أخي ومعه شاهد واحد، لا يقبل ذلك حتى يكون اعتراف، مع ان الشاهد ده عدل جدا، لكن لا يقبل حتى يكون اعتراف. يقول: لكن كلامنا في الاموال بقى مساله ان هو في الاموال يقبل شاهد واحد، ويمين المدعي نعم، لانه ترجح بالايه ترجح به الشاهد. يقول: وكذلك اولياء الدم ترجح جانبهم باللوث لو الشبهة كما ذكرنا، فشرعت اليمين من جهتهم، وأكدت بالعدد اللي هم 50 يمينا تعظيما لخطر النفس. وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعا، فإن إقدامه على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد مما يأباه طباع العقلاء وتنفر عنه نفوسهم، لولا أن الزوجة اضطرته بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك، فجانبه أقوى من جانب المرأة قطعا، فشرعت اليمين من جانبه. ولهذا كان القتل في القسامة واللعان، واللعان وهو قول أهل المدينة، يعني أهل المدينة ومالك ورواية عن أحمد يقولون بأنهم إذا حلفوا على شخص بعينه أنه قتل صاحبه يستحقونه أن يقتلوه، يبقى فيه قصار. وكذا في اللعان يبقى ترجم. وأما أهل العراق فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا، يعني يقولهم إذا حلفوا 50 يمين يستحقوا الدية لكن لا يستحقوا القصاص، لأن الأيمان فيها شبهة فلا يباح دم المعصوم بغير بينه، فمجرد حلفهم مع اللوث لا يكفي. تمامر المرأة إذا نكلت عن الحلف في اللعان يقول تحبس حتى تلاعن أو تقر أو تقر، لكن لا راضية تحلف ولا راضية تقول، يعني زوجها حلف وخمسة أيمان وجاء الدور عليها فتوقفت، لا تريد أن تقر أنها زنت ولا تريد أن إيه؟ أن تحلف، ماذا يفعل بها؟ أهل المدينة يقولوا بنقولها مش راضية في المجلس يبقى تقتل ترجم، وأهل العراق يقولوا تحبس. والإمام أحمد يوافق على أهل المدينة في القسامة ولا يوافقهم في الإيه؟ في اللعان، وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان، يعني يقول في اللعان بقول الكوفيين بأهل العراق انه يعمل ايه تحبس حتى تعترف او تحلف، وفي القسامة يقول يقتل به، بس في روايات عنها. والشافعي يقتل باللعان دون القسامة عكس الامام احمد، لا عند ولكن ظاهر الآية في اللعان ويدرأ عنها العذاب ان تشهد، انتوا كده درأتوا العذاب عنها بسكوتها، وذلك الراجح في اللعان انه يقتل به
ها تقول ايه؟ قول الشافعي. ايوه نعم. في القسامة فيها احتمالين، لان الروايات الواردة في القسامة في بعضها تستحقون دم صاحبكم، وفي روايات صريحة تستحقون دم صاحبكم، دي تستحقون يعني القصار الدية، وفي رواية تانية فيها تحلفون على رجل فيدفع برمته، دي صريحة في الايه؟ في القتل. لذلك قول المالكية هو ايه؟ في قوة في هذا البيت، اللي هو رواية عن أحمد. يقول: وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإن هذا إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوة فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوة. فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يقضى له بمجرد دعوة. هو في الحقيقة غيره ده فيه نزاع جامد، وإلا فالأصل عندنا إن اللي ورد فيه الدليل اللي يخصص له الحديث ده بس. يعني إحنا عندنا الحديث لكن البينة على المدعى عليه، فالأصل في ذلك وجوب الإيه؟ الشهادة، البينات. وإذا لم توجد بينة فاليمين على المدعى عليه، هذا أصل يخصص منه ما ثبت فيه شاهد ويمين، ويخصص منه ما شهد فيه أمر اللوث في القسامة، ويخصص منه أمر اللعان. يقول: بل الشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين. يقول لم يقضى له بمجرد دعوة، بل بالشاهد، الشاهد اللي هو الدليل يعني أقصد أنا، المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين. وقد حكم سليمان ابن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترجح جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته، ورضى الأخرى بقتله، ولم يلتفت إلى إقرارها للأخرى به وقوله هو ابنها. يعني هو في الحقيقة المرأة قالت لا تقتله، دعه، هو ايه؟ هو ابنها. بس هي بتقول هذا الإقرار في الحقيقة دفعا عنه، وليس إقرارا حقيقيا، وليس إقرارا نابعا عن يعني، إنما هو إكراه في الحقيقة، لأن ابنها سوف يقتل. ها؟ ده في الصحيحين، قصة سليمان دي في الصحيحين. يقول: ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الشيء، على هذا الحديث، التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين به الحق. ائتوني بالسكين أشقه بينكما. هو في الحقيقة لا يريد أن يفعل ذلك، فيقول التوسعة أن هذا ليس من الكذب. ثم ترجم ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه، فقال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم، بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به، فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها. ولعمر الله إن هذا هو العلم النافع، لا خرص الآراء وتخمين الظنون، غير ما اعترف به. نعم طبعا أفقه فعلا. فإن قيل، بس الأولانية برضو فيها فقه، إنها جائزة، يجوز أن يقول الكلام ده. فإن قيل: ففي القسامة يقبل مجرد أيمان المدعين، ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل. وفي اللعان ليس كذلك، بل إذا حلف الزوج مكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها، ولا تقتل بمجرد أيمان الزوج، فما الفرق؟ يعني في القسامة يحلفون 50 يمينا ولا يقال للمتهمين ادفعوا عن أنفسكم، ولا يقال احلفوا 50 يمين، بل بمجرد حلف المدعين يستحقون دم صاحبهم. قيل: هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها ومحاسنها، فإن المحلوف عليه في القسامة حق لآدمي، وهو استحقاق الدم،
وقد جعلت الأيمان المكررة بينة تامة مع اللوث، فإذا قامت البينة لم يلتفت إلى أيمان المدعى عليه. وفي اللعان المحلوف عليه حق لله وهو حد الزنا، ولم يشهد به أربعة شهود، وإنما جعل الزوج أن يحلف أيمانا مكررة ومؤكدة باللعنة أنها جنت على فراشه وأفسدته، فليس له شاهد إلا نفسه، وهي شاهد ضعيفة. فمكنت المرأة أن تعارضها بأيمان مكررة مثلها، فإن نكلت ولم تعارضها صارت أيمان الزوج مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. ولهذا كانت الأيمان الأربعة، لتقوم مقام الشهود الأربعة، وأكدت بالخامسة هي الدعاء على نفسه باللعنة إن كان كذبا. ففي القسامة جعل اللوث وهو الإمارة، الظاهرة الدالة على أن المدعى عليهم قتلوه شاهدا، وجعلت الخمسين يمينا شاهدا آخر. وفي اللعان جعلت أيمان الزوج كشاهد ونقولها كشاهد آخر. كلام حسن وجميل. والمقصود أن الشارع لم يوقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود. الاختلاف مع الكلام القيم بأن احنا بنقول لا، الأصل أنه أوقفه إلا فيما ثبت به الايه؟ الدليل. عندنا قاعدة بنخصص من الدليل، لكن ما يفتحش الباب أن الحاكم يقول أنا شفت أن فلان بالقرائن ده هو اللي قتل وخلاص اقتل، أو أن فلان ده اللي سرق اقطع يده. لا، ولا في الفروج كذلك، ده فهو متفق مع ذلك. لو كان هناك يقين بالقرائن القوية جدا مثل الشبه اللي ممكن يكون ايه اللي تعاتي، يبقى خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظروها فان اتت به كذا وكذا فهي لابن سحماء، وهو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت به على الشبه المكروه وقال لولا الايمان لكان ولي ولها شأن. انا اجزم والله ان كل واحد يسمع هذا الحديث يقع في نفسه ان هذه المرأة، لان الرسول اتى قال هذا الكلام، يقع في نفسه شيء ماشي كده، ولا يجوز ان يتكلم به ماشي كده. كل واحد يسمع الحديث ده ويعلم انها جاءت دي على شبه المكروه، وانها قالت لا افضح اليوم اهلي سائر اليوم، لا افضح اهلي سائر اليوم، يقع في نفسه شيء مع القرائن قوية جدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكان لي ولها شأن. فالقرائن مش مطلقة، ليست مطلقة ان احنا نحكم بالقرائن هكذا مع علمنا بذلك. يقول بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة والقي، اللي هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الزنا، ان هو اذا وجد من المرأة التي لا زوج لها ولا سيد وجد حاملا فيحكم فيقام عليه الحد، فقول عمر رضي الله عنه، وهو الصحيح اذا لم تذكر اكراها او احتمالا يدرأ عنها من الحد. بمعنى ان ده زي كأن هي يا اما تنكر يا اما تعترف، يقال لها لما من اين اتى هذا الحمل. فلو ذكرت على سبيل المثال ان رجلا سبق ماؤه الى ايه الى فرجها، لم يقم عليها حد الزنا. صحيح، والله اعلم. يعني انا والله شاهدت اشياء من ذلك، يعني اعلم اشياء وقائع ان ربما تحمل امرأة من معاشرة من فوق الثياب، من لبس الملابس الداخلية الملوثة بالمني لخطيبها مثلا او اخوها، يمكن ان يقع ذلك. فاذا كانت القرائن قوية في صفها ووجدت حاملا، ويمكن ان تكون بكرا وهي حامل ولم يكن هناك جماع ولا زنا، ومع ذلك وقع حمل، مثل هذا الامر لا يقام به الحد. فالامر ده يبقى الحمل بينة اذا لم يعرض بما هو ايه بما يدرأ عنها الحد من الشهود. ده هيبقى حكم ابن الزنا، بس هي بتبقاش زانية، زي بالظبط يوسف لامه، زي ابن الملعنة. هيرجم او يجلد. ايوه، ما هو ده الزنا اصلا تغييب حشد،
بس بيستدل بوقوعه ايه على ايه بايه بانه في حمل. ما الجنين الحمل ده لو انكرت وبدون دليل يبقى الاصل انها الحبل، يعني لابد انه يكون فيه شبهة عشان يضرب بها الحد. وقريب من هذا الكلام قول كثير من العلماء اذا شهدت بينة على امرأة بالزنا ثم شهدت نساء عدول بانها عذراء، ففي قولين في العلماء في المسألة، وهو الراجح ان هو تقدم البينة وتضيا ان ممكن تظل عذراء رغم وقوع الايه الفاحشة، لكن هم عندهم ان الامر ده كان مش محتمل ما يعرفوهوش، ولذلك قالوا لا ده اذا شهدت البينة تبين انها عذراء يبقى لا يقام على حد الزنا لانها قطعا البينة بغلطانين. لكن الصحيح لا، الصحيح انها اذا شهدت البينة بان هي فعلا هي التي زنت فيلزم ايه ان يقام عليها الحد، كون يشهدوا بانها كانت الا لو اوتي ببينه بقى انها كانت مثلا يحددوا مكان معين وتشهد البينات انها كانت في بلد ثاني، يبقى دي تعارض البينات مع بعضها. يقول وفي الخمر بالرائحه والقي، وهذا صحيح انه اذا تقيأ الخمر فلا بد ان يكون قد شربه، اذا شم منه رائحه الخمر فلا بد ان تكون دخلت فمه. يقول وكذلك اذا ورد المسروق عند السرق، اذا ورد المسروق عند السرق كان اولى بالحد من ظهور الحبل والرائحه في الخمر. ليس كذلك، لانه يمكن ان يكون ذلك من وضع بعض الايه بعض الناس، لكن ينظر الى هذا الامر كقرينه يمكن ان يعني يحاصر المتهم بذلك ويمس بعذاب حتى ايه يعترف. يقول وكل ما يمكن ان يقال في ظهور المسروق امكن ان يقال في الحبل والرائحه بل اولى. واحنا ولذلك احنا بنقول من لا نعمم الحكم بالحبل والرائحه، لو قال انه كان تمضمض بالنبيذ الذي لا يعلم انه مسكر فلما وجد له شده تلفظ لفظه ولم يبتلعه، لو قال ذلك لقبل منه، طالما ان مفيش بينات اخرى انه كان يشرب الخمر اللي مكتوب عليها خمره ومعروف ويشرب، قال لك انا جيت اشرب فلقيته حاد الطعم فرحت جاي تنفضت بيه فبقت الريحه دي من هنا، يجيب شبهه تدفع عليه الحد. البينات هي التي لا تقاوم بالشبهه، يعني بمجرد شبهه، لكن اذا كان هناك القرائن دي الشبهات تقاومها. يقول فان الشبهه التي تعرض في الحبل من الاكراه ووطء الشبهه، وفي الرائحه فيعرض لها في ظهور العين المسروقه، والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجويز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير، فلو غطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى. فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. والكلام على أن قول الصحابة رضي الله عنهم هل هذا كلام مطلق ولا في وقائع معينة لم يكن فيها احتمال لدفع هذه الأدلة بالشبهات. يقول والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة، بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به، كما قبل شهادته لأبي قتادة القتيل، وقبل شهادة خزيمة وحده، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان، وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة. كل هذا سبق الكلام فيه، فاكرينه؟ شهادة الأمة السوداء دي على الرضاعة ايه؟ ايه الجواب عنها؟ هل دي شهادة وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا امر بالاحوط؟ امر بالاحوط. وشهادة خزيمة خصوصية لخزيمة انه صارت شهادته بشهادة رجلين. شهادة العربية واحدة على رؤية هلال رمضان باتفاق العلماء او شبه اتفاق انه لا يقبل ذلك في شوال مثلا. وقلنا انه محتمل يكون شهادة الاعرابي مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل ذلك. وقلنا شهادتي لابي قتادة القتيل ده في السلب، ونحن نقول بشاهد واحد لتعذر وتعثر
ودو شهدين على كل قاتل. يقول وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه. لو تميم الداري عن رؤية الدجال في الجزيرة من جزر البحر ورواه عنه وصدقه، هذه رواية لا نزاع فيها، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه وخبر خبره. فأي فرق بين أن يشهد العدل الواحد على ها الرواية؟ نعم ليست كالأي كالشهادة، صح. يقول فأي فرق بين أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعينه يتعلق بمشهود له وعليه، وبين أن يخبر بما رآه وعينه مما يتعلق بالعموم؟ اللي هو العموم قلنا أن في فرق في ذلك، أن الإخبار بالعموم ليس فيه حقوق شخصية، أما الوقائع الخاصة فالشرع جعل فيها حدود وضوابط ويعني نصاب معين للبينات فلا بد من اعتبارها. وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت، وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره، وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد وهي خبر عن حكم شرعي أم المستفتي وغيره. كل الكلام ده فيه في تعميمه قياس، في تعميمه على كل أحكام نظر. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت، فالخبر الصادق لا تأتي الشريعة برده أبدا، وقد ذم الله في كتابه من كذب الحق، ورد الخبر الصادق تكذيب بالحق، وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها وأقوى منها، والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق بل بالتثبت والتبيين، بالتثبت والتبين، فإن ظهرت الأدلة على صدقه قبل خبره، وإن ظهرت الأدلة على كذبه رد خبره، وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدليل المشرك الذي استأجره ليدله على طريق المدينة في هجرته لما ظهر له من صدقه، أو لما ظهر له صدقه وأمانته. فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان. قال عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط حكم عدل، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. أموال كثيرة وسهولة تعلم القرآن، يفتح القرآن على الناس ليتعلموه، يكثر القراء ويقل الفقهاء يعني. قال إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قال وكيف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذا، أمر مختلف، أمر يخالف ما اعتاده القلب المؤمن من نور الحق، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، سوف يظلان مكانهما عند أهليهما إلى يوم القيامة. والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا لم يعارضها مثلها، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب، فالأول مداره على الصدق والثاني مداره على العدل. لو أن يعلم ما يقع مداره على الإيه؟ على الصدق. أن يحكم بما يجب مداره على العدل. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا والله عليم حكيم. فالبينات والشهادات ما هو مش جايب الآية،
ماشي، ما هو كملهاش. هي تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. يقول فالبينات والشهادات تظهر لعباده معلومة، تظهر لعباده معلومه، تظهر لعباده معلوم الرب، وبأمره وشرعه يحكم بين عباده. والحكم إما إبداء وإما إنشاء. فالإبداء إخبار وإثبات وهو شهادة، والإنشاء أمر ونهي وتحليل وتحريم. والحاكم فيه ثلاث صفات، فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء، يعني أقل حاجة في الحاكم أن يكون عدل، أن يكون حاكم فاجر فاسق، فكيف يمكن أن يكون ده هو في الثلاث مواطن الحاكم شاهد ومفتن وملزم ذو سلطان. وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء، لأنه يجب عليه الحكم بالعدل، وذلك يستلزم أن يكون عدلا في نفسه. فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة، والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الإجتهاد، وأحمد يوجب تولية الأصلح، فالأصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه، فيقدم الأدين العدل على الأعلم الفاجر، وقضاة السنة على قضاة الجهمية، وإن كان الجهمي أفقه، بس لازم يكون عنده علم. ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجا ورقة مع وزيره يذكر فيه تولية أناس وعزل أناس وأمسك عن أناس، وقال لا أعرفهم. ورجع في بعض من سمي لقلة علمه، فقالوا لو لم يولوه لولوا فلانا، وفي توليته مضرة على المسلمين. وكذلك أمر أن يولي على الأموال الدين السني. الإمام أحمد اللي قال لو لم يولوه لولوا فلانا، يعني هو سمى ناس قال ولوهم، لينظر في الايه في المقارنة بين أيهما أقل ضررا، إن هو سمى بعض من سمى لقلة علمه، قالوا ده فلان ما عندوش علم، قال لهم ما هو ده أحسن واحد، لو ما كانش هنحدد ده يبقى هيجيب واحد أسوأ. كذلك أمر أن يولى على الأموال الدين السني دون الداعي إلى التعطيل، لأنه يضر الناس في دينهم. وسئل عن رجلين أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر والآخر أدين، فقال يغزى مع الأنكى في العدو لأنه أنفع للمسلمين. وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد دين ولكن لا يحسن الحرب، يبقى هيضيع المسلمين، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نجيب اللي هو بيشرب الخمر بس يعرف يحارب قوي، يبقى نغزو. قال وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكاياته في العدو، وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر، وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد وكان ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية، هو عمر بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي، ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقتل بني جذيمة لما لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا إيه صبعنا. ومع هذا فلم يعزله، وكان أبو ذر من أسبق السابقين، كان ثلث الإسلام، قال معي حر وعبد من أوائل من سبق. وقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة، فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة، يعني هيروح لأخواله، فبدل ما يبقى في قتال يبقى في إسلام، لما يلاقوا ان ابن اختهم هو اللي جاي هيحاربهم هيقولوا ايه نسلم،
الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يسلم الناس، وأيضا فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب، الدهاء الذكاء يعني، ودهاة العرب أربعة هو أحدهم، ثم أردفه بأبي عبيدة وقال تطاوعا ولا تختلفا، فلما تنازع في من يصلي سلم أبو عبيدة لعمر، فكان يصلي بالطائفتين بالأصل والمدد، وفيهم أبو بكر، أبو بكر الصديق وعمر كمان فيما يذكر، كان في غزوة ذات السلاسل تحت إمرة عمرو بن العاص، وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه لكونه لأنه مع كونه خليقا للإمارة أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره، وقدم أباه زيدا في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه مولى، ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفر، ولم يلتفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة وزيد، وقال إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس إليه، في الصحيح كل هذا. وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش وساداتهم ومن السابقين الأولين، ولم يتولى أحد بعده. والمقصود أن هديه صلى الله عليه وسلم تولية الأنفع للمسلمين، وإن كان غيره أفضل منه، والحكم بما يظهر الحق، بما يظهر الحق ويوضحه، إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه، فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر، ولا يستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب مع ما بينا فيه. أقول قول هذا وأستغفر الله. ها بالأموال دون السرقة كل نعم أنا أقول بقول الجمهور في هذه المسألة، وهو حتى العلماء قالوا كده، وإحنا قلنا إيه وجه ذلك، إن النساء ضعيفات العقل في مثل هذه المواضيع، إن إحنا محتاجين وعقل النساء في مثل هذه المواطن فيه نظر، ولذلك ربنا قال واشهدوا ذوي عدل منكم، مع الإنكار لا تقبل إلا البينة. أنا أقول قول الجمهور أنواع، لا في نظر، النكاح أمر عظيم زي ما تأكد من المرأة في مسألة الطلاق بتبقى عندها عاطفة شديدة جدا، فالأمر فيه نظر جدا أنها تقبل شريتها في النكاح والطلاق. وبعدين الحديث ما هو مع رجل واحد ما كفيش، ربنا قال له أشير ذوي عدل منكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فأنا أشهد على زواج بامرأتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الرسول قال لا نكاح إلا بهذا شاهدي عدل، ده في الأموال ليس في كل شيء أتى بذلك. وأنا بقول لك إن في فرق بين الاثنين، امر النكاح ممكن يبقى سعاده بالغه ما يفهموش ان هي قالوا الصيغه ولا ما قالوش الصيغه، ده عايز ناس يكونوا واعيين، قال زوجتك قبلت، النساء يقولوا شفنا الفرح وقعدت تصقف وتعمل، واخد بالك، والدنيا هاصت، وممكن تقول اه احنا حضرنا الفرح بتاع فلان، ممكن تكون ضعف عقلها في مثل هذه المواطن، واخد بالك، ممكن تكون عندها غيره ما انتبهتش، طلقها جوزها تبقى زعلانه زعل جامد جدا عليها وحتى نفسها، فكان بقول لك ده ممكن وارد جدا، ومال واثنين ثلاثة اربعة عشر نساء اكتر، واخد بالك، ممكن ساعة الامر ده مالوش اعتبار صحة القياس ده في نظر، ان الاموال زي بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم او لا القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا شهادة الرجل في تعدل شهادة رجلين مطلقا، مش مطلقا هذا الكلام، هو في الاموال اللي ورد فيه الدليل، واخد بالك، ما قالش في كل المواطن، بالدليل على الاجماع على ايه، على مساله القتل وعلى الزنا وعلى السرقه وعلى شرب الخمر. طب ايه اللي فرق بين شرب الخمر وبين البتاع الثاني، وهي شبهه ليه؟ طيب
ايه يبقى خلاص يبقى في النكاح. لا الامر ده مساله درء واثبات، وما ده امر مبني على ذلك ان الشرع ما وردش فيه كده، مع ان هو الامر ده مما يعني تعوم به البلوى بالتاكيد. صحيح بس ما تكفيش، بس دي مش هتثبت الاموال فيها الا لما يثبت عقد النكاح او 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 انفساخه. ما ماشي، بس النكاح مثلا مع انه متعلق بالاموال، مع ان في مهر وفي متع نفقه وفي عد وفي حاجات دي كده، ما يبنيش كل الاحكام دي على مجرد شهاده النساء فقط. طب هقول لك اربع نساء زيها الذي يلزمك تقول بيها وما حدش بيقول بيها. ها وما حدش بيقول بيها ده عامة طبعا يا فضول. طبعا يا فضول ليه؟ مع ان القياس بيقتضي ان دول جاي دول بيتساوي دي خلاص. يذكر الوالدين وعلاش الديوان وقت ذلك الامام القصاد يذكر الوالدين في الفرنش النكاح ذكر الوالدين. قال القاضي المعول عليه في المذهب ما يقبل اي وزين الاموال مما اضطر عليه الرجال اقل من الرجلين، اللي هو العقوبات والحدود. الثاني ما ليس بعقوبه كالنكاح والرجل اطراف العتاق ولا يقدر يرد كل ده. قال القاضي ما هو المدى الذي المدى الثاني كلهم كده. هو الشيخ قال احمد في روايه الجماعه على انه لا تجوز شهاده النساء في النكاح والطلاق.